السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أطلقت منظمة أطباء بلا حدود حملة موسومة بهاشتاج عام بلا رواتب، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي ولفت النظر إلى وضع العاملين الصحيين في اليمن. وقالت المنظمة إن الحملة تشدد على الحاجة الملحة لدفع أجور العاملين في القطاع الصحي. وأضافت المنظمة في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، قالت إنه بعد عامين ونصف على الحرب في اليمن، أدت القنابل وخطوط الجبهات والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض إلى تدمير بنية العائلة اليمنية. وفي السنة الفائتة لم يحصل معظم الموظفين المدنيين اليمنيين، والذين يقدر عددهم بمليون ومئتي ألف موظف، على أي راتب، بما في ذلك عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع الصحة العامة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أين هو القطاع الصحي اليمني من اهتمام المنظمات الدولية؟ وهل ما يتم تقديمه من مساعدات تتناسب واحتياجات البلاد؟ ثم أين هو الدور الحكومي في هذا المجال؟ عام أو بالأحرى عامان وثلاثة وموظفو اليمن بلا رواتب تعيلهم، لكن القطاع الصحي يبدو الأكثر تضرراً، كونه أكثر من يقع على عاتقه أثار حرب الميليشيا الدامية. وخلال الفترة الماضية ظل موظفوه يجاهدون بأقل الإمكانيات لإنقاذ أرواح الآلاف ممن أخذتهم جائحة الحرب. مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي، نشاهد سوياً هذا التقرير ومن ثم نعود. عام بلا مرتبات، عنوان حملة أطلقتها منظمة أطباء بلا حدود للفت الانتباه إلى الوضع المتدهور الذي يعيشه القطاع الصحي في اليمن. وصرحت المنظمة على صفحتها بالفيسبوك أن الوضع الصحي يمر بأسوأ حالاته، داعية إلى الضغط من أجل دفع رواتب الأطباء والصحيين من خلال التفاعل مع الحملة عبر هاشتاج عام بدون رواتب على صفحتي الفيسبوك وتويتر. تقول أطباء بلا حدود إن الطواقم الصحية تعمل على إنقاذ حياة الناس دون أن تتلقى رواتبها منذ 12 شهراً، وهو ما أدى إلى توقف أكثر من نصف المراكز الصحية عن العمل. المنظمة الطبية الدولية أكدت أن العاملين في القطاع الصحي مستمرون في معالجة المرضى رغم انقطاع رواتبهم، وطالبت بتسليمها أسوة ببقية موظفي الحكومة. وترى المنظمة أن دفع أجور العاملين الصحيين سيعمل على الحفاظ على ما تبقى من الخدمات الطبية المتاحة. فقدان الأمان الوظيفي واستمرار الحرب دفع كثيرا من العاملين في القطاع الصحي إلى البحث عن وسائل بديلة لتأمين مصدر رزق عائلاتهم، بينما اضطر البعض حسب المنظمة الدولية إلى أخذ أجرة مادية من المرضى كمقابل للرعاية الطبية التي من المفترض أن تتوفر بشكل مجاني. كانت منظمات دولية قد حذرت أكثر من مرة من خطورة استمرار تدهور بنية الخدمات الطبية التي تعاني من مشاكل كثيرة وحرجة بسبب فقدان التأمين المالي للطواقم الصحية الحكومية، بالإضافة إلى الدمار الحاصل في المؤسسات الطبية نتيجة استمرار الحرب. إذن نسهل النقاش، وينضم إلينا من عدن وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي. دكتور، مساء الخير. دكتور، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي الوليدي. ينضم إلينا من تعز أيضا، أو عفوا من تعز ينضم إلينا مدير مكتب الصحة هناك الدكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور، مساء الخير. مساء النور لك وللسادة المشاهدين، وكذلك للدكتور علي الوليدي وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية لو تعطينا لمحة عن وضع القطاع الصحي في محافظة تعز. أخي الكريم، الوضع الصحي في تعز لم يتغير كثيرا عما هو عليه منذ ما يقرب من عامين، بل أننا نشهد عودة الكثير من الأسر والأهالي أحيانا بسبب يعني التحسن الجانب الأمني، وأحيانا ضيقهم من النزوح فحبوا أن يعودوا إلى المدينة، لكن يقابله هذا
عدم تحسن في القطاع الصحي، بل أن طلب الخدمة يتزايد يوما بعد يوم. نعم. لكن المؤسسات الصحية غير قادرة على تقديم هذه الخدمة لأسباب كثيرة، هو التوقف التام في الكثير من المرافق الصحية بسبب عدم تواجد الكادر. نعم. وهذا بدوره بسبب عدم توفر الرواتب لما يقرب من العام الآن. كنا نعول على الجرعة الإنعاشية التي حصلت الشهر الماضي بتسليم مرتب شهرين، وكنا نتمنى أن يستمر تسليم المرتبات، لكن إلى حد هذه اللحظة نحن على مشارف انتهاء شهر أكتوبر، ومرتبات شهر سبتمبر لم حتى لم نسمع أي إشاعات أو أخبار عن قرب تسليمها. ناهيك عن توقف الموازنات التشغيلية للقطاع الصحي بالكامل حتى هذه اللحظة برغم التوجيهات برغم المطالبات. هناك توجيه من دولة الأخ رئيس الوزراء يوم أمس بعد مقابلته للوفد الوزاري الذي زار مدينة تعز. نتمنى أن تخرج هذه التوجيهات إلى النور وتصرف الموازنات التشغيلية لمحافظة تعز. في هذه النقطة دكتور، من خلال زيارة الوفد الحكومي لمدينة تعز، هل يعني لمستم أي يعني خطوات عملية في جانب دعم القطاع الصحي في تعز، وأيضا تأمين رواتب يعني العاملين في هذا القطاع؟ لا شك بالمجمل أو على العموم أن زيارة وفد الوزاري لتعز قد لعب دورا كبيرا في تحسين أولا الجانب النفسي أولا لدى المواطن، من أن هذه المحافظة لا زالت تحتل مساحة كبيرة في قلب الشرعية، وبالتالي فإن الزيارة بحثت العديد من المشاكل، وكان هناك اجتماع خاص للقيادات الصحية مع معالي الأخ عبد العزيز جباري وزير نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، ناقشنا فيها جميع الجوانب. ومن الأمور التي تحققت نتيجة لهذه الزيارة هو تشكيل لجنة للجرحى لأول مرة في محافظة تعز، رصد موازنة للجرحى مقدارها 2 مليون دولار، وعقدت اللجنة اجتماعا قبل سفر الأخ رئيس اللجنة الدكتور محمد نعمان إلى العاصمة عدن لمقابلة دولة الأخ رئيس الوزراء، تسليم رواتب الشهرين، المطالبة بالموازنات التشغيلية، وكان كما ذكرت توجيه الأخ رئيس الوزراء يوم أمس بصرف هذه الموازنات. هذه أشياء جيدة، بل أنها ممتازة، حركت المياه الراكدة، نتمنى أن تتبعها توجيهات منفذة لكي نبدأ بانتشال هذا القطاع مما هو عليه. لكن أخطر الجوانب وأهمها وتحت المكانة كبيرة هو المنظمات الدولية، هذه المنظمات التي لا زالت تصر على بعثرة وتسليم مقدرات هذه المنظمات التي أمنتها العديد من الصناديق والعديد من الداعمين الدوليين لتنفيذ برامج صحية في المحافظة، لكنها للأسف الشديد تأتي بهذه المقدرات وتأتي بهذه الأموال التي تجمعها باسم آلام هذه المحافظة وأبنائها إلى يد الميليشيات وإلى مكاتب نظيرة موجودة داخل خارج المحافظة تدير كثير من المؤسسات في القطاع الصحي عن طريق الهاتف وعبر وكلاء لا زالوا يدافعون عنها اليوم. دكتور، ما مدى الدعم الذي تقدمه هذه المنظمات لمحافظة تعز؟ يعني ما مدى الدعم الواصل إلى هذه المحافظة؟ أخي الكريم، في دولة فقيرة مثل اليمن يكون الدعم من المنظمات الدولية أحيانا يفوق الموازنات التشغيلية المرصودة من الدولة، وخاصة في مثل هذه الفترة من الحرب التي تشنها الميليشيات على المحافظة، وبالتالي فإن هذه المبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وكذلك البرامج طويلة الأمد، ليس الحملات
المؤقتة مثل حملة مكافحة الكوليرا أو حملة شلل الأطفال أو نتحدث عن، بل هناك موازنات تشغيلية تقدر بعشرات الملايين بل مئات الملايين من الدولارات تعبث بها هذه الميليشيات. نعم. بدعم وتراخي من هذه المنظمات التي تصر على عدم التعامل مع وزارة الصحة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وتصر على التعامل مع مكاتب تمثل محافظة تعز مثل مكتب الصحة موجود في الحوبان، ومكتب النقل موجود هناك، ومكتب التربية، ومكتب هناك مكاتب نظيرة تدير المكاتب التنفيذية من خارج المحافظة عبر وكلاء لهذه الميليشيات موجودون داخل المحافظة وداخل وخاصة ال 15 مديرية المحررة التي نحن نعتبرها أنه من الطبيعي أن تكون هذه المديريات تحت إدارة الحكومة الشرعية، لكن للأسف هناك تراخي من الحكومة الشرعية في الضغط على هذه المنظمات، وهناك أيضا تواطؤ من هذه المنظمات في تسليم هذه المقدرات والعبث بها من قبل الميليشيات. نعم دكتور، أيضا اليوم منظمة أطباء بلا حدود أطلقت هاشتاج عام بلا رواتب، برأيك ما الذي يمكن أن تحققه مثل هذه الحملات؟ أنا أحيي هذه المنظمة الرائدة التي لم تترك هذه المحافظة منذ اللحظات الأولى. منظمة أطباء بلا حدود هي من أوائل المنظمات التي فتحت لها مكتب منذ اندلاع الحرب، ولم تغادر وسط المدينة منذ اللحظات الأولى للحرب الانقلابيين على هذه المحافظة، وتلتها بعد ذلك البعثة الدولية للصليب الأحمر في فتح مكتب لها. هذه المنظمة بإطلاقها لهذه الحملة أنا متأكد أنها ستؤتي ثمارها، كون المسألة لم تعد مسألة اقتصادية ولا مسألة وظيفية ولا إدارية، بل تعدتها لتصبح قضية إنسانية تهم شريحة كبيرة من الموظفين داخل هذه المحافظة المحاصرة. وبالتالي نحن مع هذه الحملة ونؤيد هذه المنظمة التي تحسست آلام الموظفين وهي موجودة على الميدان، ولم تطلق هذه الحملة إلا لأن موظفيها شاهدوا بأم عيونهم وأحسوا بآلام الموظفين الذين ماتوا جوعا لمدة عام وهم مشردون أو أنهم يبحثون عن لقمة العيش، والجميع يطلب منهم تقديم خدمة طبية صحية لبقية شرائح المجتمع الفقيرة والمحاصرة أيضا. نعم. ففاقد الشيء لا يعطيه، وهذه الحملة نحن معها ونؤيدها، ولا بد من صرف رواتب موظفي قطاع الصحة وبقية القطاعات. نعم دكتور، بالنسبة لوزارة الصحة كان هناك أيضا شكاوى كثيرة سابقا من القطاع الصحي في تعز عن إهمال كبير من قبل الوزارة، أو يعني عدم التعامل مع المسألة الصحية في تعز بشكل يعني يتناسب مع الوضع الذي تشهده المدينة. كيف هو اليوم دور وزارة الصحة حيال تعز؟ أقول وللأمانة أننا ظلينا نتابع وزارة الصحة في الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. قابلت وزير الصحة في أكثر من مرة، بعثت بالعديد من المذكرات وخاصة فيما يخص الموازنات التشغيلية، وكذلك إرغام هذه المنظمات على تحويل الأنشطة من يد الميليشيات إلى مكتب الصحة وفرع وزارة الصحة داخل المحافظة. نعم. إلا أن كل هذه الجهود إلى حد هذه اللحظة باءت بالفشل. يمكن الآن الدكتور علي الوليدي يسمعني وهو يعلم ذلك، وهو من الوكلاء القلائل الذي يتفاعل دائما مع هذه القضية، وناقشتها معه أكثر من مرة، لكن هناك الآن مذكرة بعثها معالي الأخ وزير الصحة الأستاذ الدكتور ناصر باعوم إلى كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التعامل وتحويل موازنات الأنشطة المتصلة بالقطاع الصحي في تعز إلى فرع وزارة الصحة في المحافظة هنا داخل المحافظة، عوضا عن توجيهها إلى
المكتب الذي تديره الميليشيات. نتمنى وأنا على اتصال دائم مع الدكتور علي الوليدي وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، نتمنى أن تكون هاتين المذكرتين. دكتور علي الوليدي كان يفترض أن يكون معنا اليوم في الحلقة دكتور عبد الرحيم، ولكن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه بسبب الشبكة في العاصمة المؤقتة عدن. لكن دكتور هناك أيضا من يقول أن الوضع في مدينة تعز يعني تحسن نوعا ما نسبة إلى السنة الماضية. أنا بالنسبة لي في القطاع الصحي لم يتحسن كثيرا. أنا أعطيك مثال فقط للمسروقات التي تقوم بها هذه الميليشيات بالتواطؤ مع المنظمات في سرقة مخصصات القطاع الصحي في المحافظة. أعطيك مثال بسيط جدا، الحملة الوطنية لمكافحة الكوليرا التي نفذت الشهر الماضي أو الذي قبله على كانت حملة فاشلة بما تعنيه الكلمة من معنى، حملة تم سرقتها في وضح النهار، لم تنفذ على الوجه المطلوب بل تم سرقة مخصصات كل المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه الحملة، وتم تنفيذها عن طريق مبادرات وأشخاص عن طريق الهاتف من خارج المحافظة. أيضا أنا أعطيك رقما يمكن أن يفهمه الكثير ممن يسمعوني، نسبة التغطية الروتينية للتلقيح للتحصين تحصين الأطفال في مديرية واحدة، لا أقول أنها مديرية في الأطراف ولا أنها في الريف، أنا أقول مديرية في وسط المدينة هي مديرية القاهرة، تبلغ نسبة التغطية لها التحصين 52%. هذه فضيحة، بل ليس فضيحة، هذه جريمة ترتكبها هذه المنظمات بتوجيه هذه الموازنات إلى الميليشيات، ثم ترفع إليها بأن الأرقام وصلت إلى 100% إلى 99%. أطفالنا بدون تحصين منذ ما يقرب العامين، والأرقام لدى هذه المنظمات أن التغطية 100%. لكن دكتور هل هذا الأمر متعمد من قبل هذه المنظمات أم أنه نوع من التضليل، يعني بحيث أنه تسلم هذه المبالغ للميليشيا بحسنية، يعني ما الذي يحدث هنا؟ لا 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 لا, لا هذا لا، أنا أقولها وبالفم المليان وأنا مسؤول عن كلامي وأمام الإخوة المشاهدين، هذا تعمد. لو كان بحسنية كان ممكن أن يكون إذا لم نطالب نحن أو تقاعصنا أو أننا سكتنا أو تخاذلنا عن المطالبة، لكن عندما نطالب وعندما نقول بأن هذه المخصصات والميزانية تسرق، هذه لصوصية، هذه لعب بأطفالنا وبقطاع الصحة وبصحة المواطنين داخل المحافظة، هذه ليست حسنية، هذه سوء نية، بل أنه تعمد وإصرار. نعم، لكن يا دكتور بالنسبة لوضع الكوليرا ومكافحتها في مدينة تعز، هل هناك نوع من التحسن في هذا الجانب؟ نعم هناك تحسن على ما كان عليه، لا نستطيع أن نقول أن الوضع عاد إلى وضعه الطبيعي، لكنه المقارنة هنا تأتي في قمة بلوغ عدد حالات الكوليرا اليومية التي كان يصل عددها 350 إلى 400 حالة. انخفضت هذه الحالات بفعل الوعي الذي اتخذه المواطنين في الاحتراز من المأكولات وأخذ الوقاية من الإصابة بالكوليرا، وليس بفعل هذه المنظمات التي بعثرت هذه الموازنات وهذه المساعدات لدى الميليشيات. وصل في بعض الأسابيع الماضية عدد الحالات تصل إلى 50 إلى 60 يوميا في المحافظة، لكن الآن بدأت هذه الحالات بالارتفاع، بدأ عدد الحالات يصل إلى 180 إلى 160، ونحن نتخوف الآن من موجة قادمة ستكون أكثر وطأة على هذه المحافظة بمجرد أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع في شهر مارس أبريل القادم، وستكون كارثة أكثر من الكارثة التي أودت بأكثر من 400 مواطن في الجولة التي حصلت في الأشهر الماضية. نعم، إذن وضحت الصورة. فقط دكتور هنا ملاحظة أخيرة، هناك أيضا مسألة جرحى تعز وبالذات في السودان ومدن أخرى، يعني هناك شكاوى أيضا من إهمال كبير في هذا الجانب، يعني هل أنتم على تواصل مع الوفود التي خرجت من تعز للعلاج في الخارج، وما هي الحالة التي يعيشونها حاليا؟ صحيح، كل الشكاوى
كل الشكاوى التي تصل من جرحانا سواء في الهند أو في مصر أو في السودان، هذه كلها شكاوى صحيحة. هناك إهمال شديد، وخاصة الجرحى الذين في الهند أو في مصر الذين سافروا إما على نفقتهم أو على نفقات جمعيات أو فاعلين خير. وأنا أقول أن مكتب الصحة ليس مسؤولا عن الجرحى، بل أن مسألة الصحة تفوق قدرات مكتب الصحة، بل قد تفوق قدرات حتى وزارة الصحة. أنا قلتها وبالفم المليان أمام معالي الأخ عبد العزيز جباري، معالي الأخ الوزير، قلت له بأن وزير دولة لشؤون الجرحى قد لا يكفي لإدارة ملف الجرحى. ملف الجرحى ملف كبير ويتطلب العمل على الجبهة الاقتصادية، على الجبهة الصحية، على الجبهة النفسية الاجتماعية. هذا ملف ضخم جدا ويفوق قدرات مكتب الصحة، وبالتالي فإننا أقول أن مكتب الصحة ليس مسؤولا عن الجرحى، بل قد تكون هذه اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الأخ رئيس الوزراء قد تكون بادرة خير، وقد تكون البداية للبدء بالتعامل مع جرحى تعز، لأن ما نشاهد الاعتناء بالجرحى في المحافظات الأخرى كعدن ومارب وبقية المحافظات بالمقارنة بما يحصل لجرحى تعز تكاد تكون هذه المقارنة منعدمة، بل تصل إلى حالة النسيان. لكن نتمنى أن اللجنة القادمة تعمل على انتشال هذا الملف أيضا، فأكبر عدد من الجرحى يصل إلى 18 ألف جريح داخل هذه المحافظة، لا توجد أي محافظة أخرى لديها هذا العدد والكم الهائل من الجرحى. نعم، وهذه دكتور أيضا حالة سيئة إذا كان هناك تمييز بين الجرحى من قبل الحكومة، كون الجرحى كلهم في جميع المحافظات يعني ناضلوا وقدموا أرواحهم من أجل قضية واحدة يعني تدركها الحكومة تماما، ولكن نسأل الله لهم الشفاء. دكتور ختاما أشكرك من تعز مدير مكتب الصحة دكتور عبد الرحيم السامعي، وأيضا نعتذر مشاهدينا، كان سيكون يفترض معنا الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة من عدن، لكن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه بسبب الشبكة في أو التغطية في مدينة عدن. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.